هلو. ايوه انا كثير مورنينج بيرسون، عاده بفيق الساعه 8 9 الصبح، بس قبل الصيف بشوي بفيق ابكر عشان اروح على الجيم ابكر، واهم شيء يكون معي هاي البف لانه it keeps the water cold. انا بحب اشرب المي بارده طول الوقت. كثير قوي بضطر اصحى بدري عشان بنتي بتنزل الساعه 7 الصبح، واوقات كثير بصحى بدري عشان بروح التصوير، فاحتجت ان انا اكون معايا البف عشان شايفينها عشان تكون دايما الكوفي سخنه، فبروح عاملاها ونازله بيها على التصوير على طول. بصحى بكير كثير، ما كنت اصحى بكير صراحه، بس هلا صرت اصحى بكير عشان بصحى لسببين. اولهم ليلي لما تكون مي مش موجوده فانا بصحي معها احضرها للمدرسه، او مع الكلاب تاعوني عشان بطلعهم الصبح طبعا. وفي شغله ثالثه مهمه كثير كثير الناس يعرفوها، انه انا مدمنه قهوه. This is one of my favorite products. Puff off. وصراحه this is exactly my personality. Puff off. Red lipstick is my signature. كل العالم تقريبا بيسألوني عن الريد ليبستيك تبعي، فهذا من أهم الأشياء اللي لازم تكون معي دايما وبحس حالي بتميز فيه. البرودكت اللي مستحيل أستغنى عنه هدى بيوتي فونديشن، عشان أنا بقعد عدد ساعات في التصوير، ممكن ساعات الوقت يطول لمدة 24 ساعة، فبحب حاجة ما تتغيرش مع الجو. لو درجة حرارة كبيرة برضو الفونديشن ما بيفضل ثابت. للإيفنينج أنا عادة بعمل الصبح مات لوك عشان أقدر بسهولة أغير، خاصة لو أنه أنا بطلع اليوم كله يعني بطول، فدائما بحمل حساب أنه تكون في شغلات صغيرة معاي بالشنطة. هلأ مثلا هنا بالآي شادو I use this عشان المات لوك، وبعدين زي ما انتم شايفين هيك بسيطة تاخدها هاي وحطها على طرف العين. قلبنا ايفنينج، شوية هايلايتر على الخدود وممكن غير الحمرة. انا مريدي تو جو. اكيد لازم قبل ما انام واول ما افيق من النوم بستخدم المورنينج اند ايفنينج مويسترايزر، لانه كثير منيح ليرطب البشرة في الصبح وبالليل. والله احنا بنحاول نعمل كده، في حاجات طبعا بتساعدك ان انت لازم تهتمي ببشرتك، عشان احنا زي ما انت قلتي بنحط الميك اب عدد ساعات طويله قوي في التصوير، ونضطر مش بس كده احنا كل يوم بنحط ميك اب على وشنا، وكمان شعرنا بيتعمل كتير، ممكن تعملي شعرك مره واثنين وثلاثه في اليوم، فاحنا بنحتاج نهتم ده لما نرجع البيت. بحاول ان انا احط نايت كريم، بحط ماسك على وشي، بحط حاجات للهالات اللي تحت العين، فده مهم جدا جدا جدا. طبعا اكثر شيء انا بيهمني هو نوع البرودكت اللي بتستخدميه، لانه بتحافظي على الشعرايه نفسها انها ما تتقصف ما تتقطع. الجو كمان، تغيير المواسم كثير بتفرق هاي الامور. فعندنا هنا البرودكت تاع جولدويل، من اكثر البرودكتس اللي انا استخدمتها حسيت بفرق كبير. في كمان السيرم من الشغلات اللي كثير انا بستخدمها. فديستو ماسكارا كثير مهمه لإلي. انا بحب عيوني اذا فيني اقول هذا الشيء، والماسكارا بتقوي رموشي وبتعطي شيب لعيوني احلى كثير، فبتغنيني عن كل الميك اب. يعني بحس انه انا لو ما حطيت ماسكارا كاني ما عملت شيء. الماست ماست ماست برودكتس اللي ما بقدر استغنى عنها، اول شيء واهم شيء بالنسبه لي ذس باك الميك اب فور ايفر. الحلو فيها هاي انه فيها فاونديشن، فيها كونسيلر، فيها هايلايتر، وفيها الكونتورينج. الشغلة الثانية اللي مستحيل أني أستغنى عنها طبعاً الحمرة، يعني هذا طبعاً تاني ما فيش ولا بنت إلا لازم الحمرة. والحواجب، أنا بالنسبة للحواجب مهمة جداً 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 جداً، فإحنا عندنا هنا بنفت من أكثر البرودكتس اللي أنا جربتها وحبيتها. And you're ready to go.